السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز لأهم وآخر الأخبار من قناة الدنيا. استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وفدا تونسيا يضم ممثلين عن أحزاب وحركات سياسية وشعبية برئاسة الدكتور شكري بن سليمان هرماسي أمين عام حزب الثوابت التونسي، وتناول الحديث مستجدات الأوضاع في سوريا وتونس والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية عموما. هذا وقد عبر أعضاء الوفد عن تضامن الشعب التونسي مع سوريا وتقديره العالي لصمود الشعب السوري وتلاحمه مع جيشه العقائدي في مواجهة التآمر والعدوان الخارجي المتمثل بإسرائيل وبعض الدول الإقليمية والغرب الذي يستهدف سوريا بسبب تمسكها بخيار المقاومة والتزامها قضايا العرب الجوهرية. بدوره تحدث الرئيس الأسد عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين السوري والتونسي، مؤكدا على أهمية دور الأحزاب والقوى القومية والوطنية في مواجهة أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري والمخططات الخارجية التي تستهدف الشعب العربي، مشددا على ضرورة التمسك بالمبادئ والهوية العربية وقيم العروبة لمواجهة التحولات التي تشهدها الساحة العربية. وشرح الرئيس الأسد للوفد أبعاد الأزمة في سوريا وثبات الموقف السوري في مواجهته للإرهاب ومن يدعمه إقليميا ودوليا بالتوازي مع الحل السياسي للأزمة. على الأرض، أحبطت وحدة من جيشنا الباسل محاولة إرهابيين التسلل فجر اليوم من الأراضي اللبنانية عبر جبال البريج قرب مدينة القصير، وأوقعت العديد من القتلى في صفوفهم. وذكر مصدر مسؤول لمراسل الدنيا أنه تم تدمير سيارات الإرهابيين وآلياتهم بما فيها من أسلحة وذخيرة. وأضاف المصدر أن وحدة ثانية من جيشنا الباسل أوقعت قتلى ومصابين في صفوف مجموعات إرهابية حاولت الدخول عبر منطقة حسياء إلى مدينة القصير لمؤازرة الإرهابيين الذين يتلقون ضربات قاسية على أيدي جيشنا الباسل. وأشار المصدر إلى أنه من بين القتلى ثلاثة من متزعمي المجموعات الإرهابية، وهم خالد أشقيع ومحمد أحمد شوفان وجمعة ناصر. عقدت في موسكو أمس جلسة مباحثات بين الجانبين السوري والروسي، حيث استعرض سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين القضايا المتعلقة بالمبادرة الروسية الأمريكية لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة في سوريا. وأكد لافروف في هذا المجال متابعة الاتصال مع الشركاء الدوليين من أجل عقد المؤتمر وإجراء الحوار السياسي لحل الأزمة في سوريا ومواجهة محاولات بعض الأطراف المعروفة لإفشال المبادرة. وثمن لافروف رد الفعل البناء من جانب القيادة السورية بشأن المؤتمر الدولي المقترح. من جانبه، أكد الدكتور المقداد التقدير الكبير الذي تكنه سوريا للجهود الروسية البناءة لحل الأزمة فيها، وأهمية استمرار التشاور والتواصل بين البلدين الصديقين لوضع حد للعنف والحرب في سوريا وبدء الحوار الوطني فيها. هدف المبادرة وفق ما تمت صياغته يكمن في أن يتفق السوريون بأنفسهم على الشكل الذي يريدون أن يروا فيه بلدهم في المستقبل ودون أي تدخل من الخارج. عبرت قوى وأحزاب وتجمعات وطنية أردنية وأبناء الجالية السورية في عدة اعتصامات وفعاليات حاشدة عن رفضها لإقامة ما يسمى مؤتمر أصدقاء الشعب السوري على الأرض الأردنية، حيث نددت قوى وأحزاب وتجمعات وطنية أردنية خلال اعتصام أقامته قبالة فندق المرديان خلال انعقاد مؤتمر أعداء سوريا بالجهات المشاركة بالمؤتمر، رفع المشاركون فيه الأعلام الوطنية السورية والأردنية ورددوا هتافات تحيي صمود سوريا قيادة وشعبا وجيشا. وفي الأردن أيضا، عبر الكاتب ناهض حتر عن سخطه من عقد اجتماع أعداء الشعب السوري على الأرض الأردنية، وهو ما يتنافى مع تطلعات الشعب الأردني. وقال حتر في مقالة له عبر صحيفة العرب اليوم إنه من المضحك المبكي
أن يصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الحرب على سوريا بأنها طعنة في ضمير العالم، وأضاف أن مؤامرة الانقلاب على سوريا فشلت لأن أغلبية السوريين وقفوا إلى جانب الدولة والنظام، ولأن الجهازين المدني والعسكري ظلا صامدين متماسكين، ولأن القوى الدولية والإقليمية الصاعدة الصين وروسيا وإيران أي أصدقاء سوريا الحقيقيين وقفوا وما زالوا إلى جانبها. في لبنان قتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 30 في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة طرابلس شمال لبنان الليلة الماضية، واستخدمت فيها قذائف المدفعية الصاروخية طيلة المساء وحتى فجر اليوم. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن حدة المعارك عكسها استعمال القنابل المضيئة لاستكشاف مصادر القصف المدفعي في خطوة هي الأولى من نوعها، كما تم استخدام رشاشات ثقيلة للمرة الأولى، ولوحظ أيضا استخدام مدفعية الهاون من عيار 60 و81 بكثافة في التراشق الذي طال المنازل الواقعة بعيدا نسبيا عن خطوط التماس. قتل 23 شخصا وجرح العشرات في مواجهات قبلية في دارفور غرب السودان. وقال التوم أبكر المتحدث باسم قبيلة القمر إن قبيلة بني هلبة هاجمت مدينة كاتيلا جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ب30 عربة لاند كروزر مزودة بالأسلحة الثقيلة، وأحرقت المنازل، وذلك بعد وقت قصير من انسحاب قوات الشرطة التي كانت تؤمن المدينة، ما يشير إلى أن الأمر كان مدبرا. في مصر سادت حالة من الفرح والاطمئنان بعد انتهاء أزمة الجنود المخطوفين 7 في شمال سيناء بإطلاق سراحهم. نشكر الجيش المصري سيادة الفريق عبد الفتاح بن السيسي ان هو حرر كرامة مصر، دي كرامة مصر، حرر كرامة مصر. ان احنا واثقين 100% في العمليات الخاصة بوزارة الداخلية في الامن المركزي في الجيش المصري بتاعنا. في السعودية شيع جثمان بائع خضار يدعى علي الحريصي بعد ان احرق نفسه احتجاجا على سوء تعامل السلطات السعودية معه، وقد عبر ذوي القتيل عن تحميلهم السلطات السعودية مسؤولية وفاة ولدهم بسبب ما لقيه من سوء معاملة بعد مصادرة الشاحنة التي يملكها لإجباره على دفع مبلغ 5000 ريال كضرائب رغم تدهور حالته المادية. الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يعود للأضواء، وهذه المرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أقيم حفل تكريم لساركوزي في أكاديمية نتانيا الصهيونية، حيث حصل على شهادة فخرية بسبب مواقفه المؤيدة لدولة العدوان ودفاعه عن أطماعها التوسعية على حساب حقوق العرب. تمثل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمام القضاء الفرنسي اليوم الخميس لجلسة حاسمة للاستماع إلى إفادتها حول دورها بشأن تحكيم في خلاف في قضية يمكن أن تفضي إلى اتهامها رسميا. وقضية التحكيم التي استدعيت لاغارد للشهادة فيها سمحت لرجل الأعمال برنارد تابي بالحصول على 400 مليون يورو في تسوية لخلاف بينه وبين مصرف فرنسي عام، وسيؤدي اتهامها إلى إضعاف موقعها على رأس الصندوق، المنصب الذي شغلته خلفا لمواطنها دومينيك سيتروس الذي كان أجبر على الاستقالة بعد اتهامه بالاغتصاب في نيويورك. قتل 11 شرطيا من أفراد الأمن الباكستاني و2 من المدنيين في انفجار قنبلة على الطريق جنوب غرب باكستان. وذكرت قناة جيو الباكستانية أن قنبلة تزن 100 كيلوغرام من المتفجرات انفجرت بآلية تحمل عناصر من قوات شبه عسكرية تساعد الشرطة في الحفاظ على النظام في كويتا التي استهدفت مؤخرا بتفجيرات دموية. وأشارت مصادر أمنية إلى أن معظم الجرحى من عناصر الأمن، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار الذي وقع في مدينة كويتا. ختام الموجز، شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.